بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وليلتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم ونستهل هذا اللقاء بالترحيب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآية بارك الله فيكم وأثابكم الله اشتملت وقرنت، قرن الله سبحانه وتعالى العبودية بحق الوالدين. ونحن نعلم في هذا الوقت أن هناك بعض الناس وبعض الشباب قصروا في حق والديهم، فماذا تقولون وتوجهون لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى سبحانه وتعالى ألا يعبد غيره من أي شكل كان، لا من الملائكة ولا من المرسلين والأنبياء ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأحجار والأشجار والأصنام، ألا تعبدوا إلا إياه. هذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها نفي الآلهة عما سوى الله وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا أول الحقوق، أول الحقوق حق الله جل وعلا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم أمر بحق الوالدين، فحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم منعم هو الله جل وعلا. وكذلك بعد حق الله حق الوالدين، لأنهما أعظم الخلق، لأنهم أعظم الخلق منة على الولد. فشكرهما، اشكر لي ولوالديك، شكرهما واجب بعد شكر الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، إحسانا بالقول وبالفعل وبكل أنواع الإحسان، وبالوالدين إحسانا خصوصا إذا كبرا واحتاجا إلى الإحسان إليهما، أو كبر أحدهما عند الولد فإنه يجب عليه أن يحسن إليهما إحسانا بالقول وبالفعل، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأنهما في هذه الحالة يحتاجان إلى الخدمة، يحتاجان إلى النفقة، يحتاجان إلى المرافقة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف منهما. هذه كلمة تضجر نهى الله عنها في حق الوالدين، فما بالك بما هو أعظم من أف، من الأذى. فالوالدان
يلاطفان ويرفق بهما خصوصا في هذا السن، ولا تنهرهما، لا تزجرهما، لا ترفع صوتك عليهما، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا يطيب خواطرهما ويؤنسهما، ولا تقل لهما قولا سيئا، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما، تواضع لهما غاية التواضع، ولا تتكبر عليهما، وقل رب ارحمهما، ادعو لهما بالرحمة كما ربياني صغيرا. تتذكر يوم أن كنت صغيرا لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فهما يعطفان عليك ويربيانك، الأم حملتك وولدتك وأرضعتك وربتك وأنت صغير، والوالد يكد ويكدح لأجل إطعامك والقيام بلوازمك. تذكر هذا الجميل، كما ربياني صغيرا، تذكر هذا وقابله بالإحسان إليهما والترفق بهما والقيام بما يحتاجان إليه، كما قام بما تحتاج إليه وأنت صغير لا تقدر على شيء. وهذا وقوله كما ربياني ينبه الوالدين على التربية وعدم إهمال الأولاد، خصوصا في هذا الزمان الذي انشغل الوالدان إلا من رحم الله، انشغل بوراء الدنيا وحطامها، وراء الوظائف وغيرها، وصار يدعان الأولاد الصغار في دور الحضانة أو عند المربيات، فأين التربية؟ وأيضا أعظم من ذلك تربيتهما على الدين، من يبلغ الطفل 7 يربى على الدين ويعود عليه، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا فيه الحث على تربية الأولاد وعدم إهمالهما والانشغال عنهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر بالوالدين أحياء وأمواتا. أيها الإخوة والأخوات، نذكركم بهاتف البرنامج 80 88 3 أصفار. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ونحن نستهل هذا الشهر، شهر غرة صفر، بارك الله فيكم، في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كانوا في الجاهلية يتشائمون بشهر صفر ويكرهون السفر والنكاح فيه. هذه العادات حفظكم الله، بعض المسلمين لا زال بعضهم يتمسكون بها، ما توجيهكم؟ كما ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم عموما في كل شيء، لا يتشاؤم بالمخلوقات، لأن المخلوقات ليس عندها تصرف في الكون، ولا ينسب إليها ما ينال الإنسان من المكاره ولا من الخيرات، فهي إنما هي أوقات جعلها الله للعباد يعيشون فيها ويعبدون ربهم، وليس لها تصرف بنفع أو ضر.
وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. والتشاؤم من الطيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، شرك بالله عز وجل، لأن اعتقاد بغير الله أنه يضر وأنه يسيء إلى المخلوق، هذا اعتقاد جاهلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، يعني أن العدوى لا تنتقل بنفسها كما تعتقده الجاهلية، وإنما الله هو الذي ينقلها إذا شاء. العدوى موجودة، ولكن المراد نفي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، فهذا اعتقاد جاهلي. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، الهامة هي البومة، نوع من الطيور يتشاءمون به ويعتقدون أنه إذا سمع صوته على بيت أن صاحبه سيموت، فيتشاءمون بصوت هذا الطائر ويظنون أنه علامة على موت الإنسان، فإذا سمع صوتها قال: نعت إلي نفسي. هذا اعتقاد جاهلي، والآجال بيد الله سبحانه وتعالى. ولا صفر، أي ولا تشاؤم في شهر صفر، إنما هو شهر من شهور الله سبحانه وتعالى، جعله الله من الأوقات التي هي محل العبادات واكتساب الرزق وغير ذلك، فليس في شهر صفر ما يخصه من بين الشهور في أنه يكون فيه ضرر وفيه شر، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. هذا قول. والقول الثاني أن صفر معناه مرض يكون في المعدة أو في البطن، فهم يعتقدون أن هذا المرض أنه ينهي حياة الإنسان، وليس الأمر كذلك. إنهى حياة الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، بارك الله فيكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يتفاءل ويحب الفال. نعم، الطيرة أحسنها الفال. نعم، لأن الفال حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأما الطيرة فهي سوء ظن بالله عز وجل. نعم، فالتفاؤل محمود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء ويتفاءل بالأمكنة، لأنه تأميل خير من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال خالد من جدة، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. سمع، كان عندنا شغالة أثيوبية سيئة بالشغل، المهم قبل ما تنتهي السنة الأولى حقتها أعطيناها باقي رواتبها، وهي قامت بتحويل المبلغ إلى أهلها. حلو حلو. بعد ما حولنا الفلوس قامت تتمرد وتتردد ولا تشتغل زين، واخرتها هربت، وهي ما هربت الا انها اخذت كامل حقوقها وضمنت ان الفلوس راحت لاهلها. حلو حلو. ولما هربت ذهب الوالد الى البنك صدفه وحصل الفلوس ما حد استلمها فاسترجعها، هل يجوز لنا يا شيخ ناخذ هذه الفلوس ونقدم بها خادمه اخرى ام نرجعها لها، علما ان خسرنا عليها فيزتها وتسيرتها والباقي لها من مدتها 9 أشهر، فما الحل يا شيخ؟ شكرا لك يا أخي الكريم. يا أخي، إذا كانت خدمت وقامت بالعمل فإنها تعطى أجرتها، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. ولا تأخذوها وهي قد تعبت فيها وحصلتها،
أما مسألة هربها فهذه مسألة نظامية تراجعون فيها جهة الاستقدام، وهي لها نظائر يحلونها لكم. نعم، بارك الله فيكم. هذا محمد من أبها يقول: في قريتنا مسجدان نص قديم وجديد، وأحيانا والدي يقول: لا نريد أن نصلي في الجديد لأن الأفضل الصلاة في المسجد القديم، ما صحة ذلك؟ إذا كان ذهابكم للمسجد القديم يتعطل المسجد الجديد هذا لا يجوز، أما إذا كان المسجد الجديد فيه جماعة ويصلى فيه ولا يترتب على ذهابكم للقديم ضرر فلا بأس بذلك، بل هو أفضل. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هناك امرأة تؤدي جميع العبادات التي فرض الله عليها ولكنها لا تدع الغيبة. نعم، العبادات تقبل منها إذا أدتها على الوجه المطلوب، نعم، وأخلصت لله فيها تقبل، ولكنها تأثم على الغيبة، تأثم على الغيبة، تؤجر على أداء العبادات وتأثم على الغيبة والنميمة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل أبو عزيز من الرياض يقول: في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم، يسأل عنها ما المقصود بالمراعاة والنظر في هذه الآية الكريمة. نعم، راعنا معناها انتظرنا، أمهلنا، هذا أصلها. ولكن لما كان اليهود يأتون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون له هذه الكلمة يقصدون بها الرعونة، يقصدون بها الرعونة، وهي سوء الخلق وسوء العقل ونقص العقل، فهم يورون بها، قبحهم الله، يورون بها لمسبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخذونها وسيلة لذلك. نهى الله عباده المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة وأن يأتوا بالبديل عنها: قولوا انظرنا، يعني انتظرنا أو انظرنا، وهي تؤدي المعنى وليس فيها مدخل لليهود. فهذا فيه قاعدة سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياء، كيف نطبق هذا الخلق في حياتنا ونربي أبناءنا عليه؟ والله لا أعرف هذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، والمراد به الحياء الذي يكف الإنسان عما لا يليق، يكفه عما لا يليق، فهو خلق طيب، لأنه يحمل الإنسان على فعل الخير وترك الشر، فهو خلق، فهو من الإيمان، شعبة من الإيمان، والحياء من الإيمان. هذا الحياء الذي يترتب عليه فعل الخير وترك الشر، أما الحياء الذي هو الجبن والحياء الذي هو يمنع صاحبه من السؤال أهل العلم، يمنع صاحبه من طلب العلم، فهذا مذموم وليس محمودا. الحياء الذي هو الخجل هذا مذموم، أما الحياء الذي هو من خصال الإيمان فهو الذي يكف صاحبه عما لا يليق. نعم، بارك الله فيكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-80-88-3. فضيلة الدكتور حفظكم الله، هذا عبد الحميد بكر من جدة يقول: الوساوس في العقيدة هل هي من القوادح في العقيدة؟
لا يتكلم بها لا تضره، إذا جاءت في نفسه ولم يتكلم بها فإنها لا تضره ولا تقدح في عقيدته، والحمد لله. نعم. وكيف نطهر أنفسنا من الوساوس من ذلك؟ الاستعاذة من الشيطان الرجيم. نعم. إذا أحسست بها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنطق بها، اتركها. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود فيها بها تعجيز المشركين الذين يدعون غير الله ويظنون أنه ينفعهم ويضرهم. الله جل وعلا هددهم، قال لهم: ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم. فلا يملكون. نعم، زعمتم، والزعم هو أكذب الحديث. نعم. هذا دليل على أن هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس له شريك سبحانه وتعالى، وأن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذا من باب تعجيز المشركين. كشف الضر يعني إزالته عنكم، ولا تحويله أي تحويله من مكان إلى مكان، كان يحوله من اليد إلى الرجل، ومن الرأس إلى الصدر، ومن هكذا يحوله من مكان، أو من شخص إلى شخص، أو من بلد إلى بلد. فالأصنام والمعبودات كلها لا تحول المرض، لا تكشف المرض ولا تحوله من المصاب إلى غيره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره. نعم. بارك الله فيكم. هل يدخل في ذلك حفظكم الله طلب الدعاء والمدد والخير من أهل القبور أو من بعض الأولياء؟ طلب الدعاء لا بأس به من الأحياء، من نعم. عباد الله الصالحين الأحياء لا بأس به. نعم. إنما طلب الدعاء من الميت أو طلب الشفاعة من الميت أو الاستغاثة به أو الذبح والنذر، لا، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة، لأن الميت لا يقدر على العمل لنفسه، فكيف يعمل لغيره؟ الميت بحاجة إلى الحي يدعو له ويسلم عليه ويتصدق عنه، فكيف يكون الحي هو المحتاج إلى الميت والميت لا يملك شيئا؟ نعم. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ منصور من الخرمة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. عندي سؤالين طال عمرك. الأول. الأول، ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه على شرح كتاب آداب المشي للصلاة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بأن المسبوق إذا قام للركعة الثانية قبل سلام الإمام فإن صلاة تنقلب إلى نافلة، فما هو الراجح في هذه المسألة يا شيخ؟ طيب لحظة، استمع يا شيخ. نعم نعم، هو كذلك، وهذا ذكره العلماء أنه ينتظر، أن المسبوق ينتظر إلى أن يفرغ الإمام من السلام ثم يقوم ويأتي بما فاته. فإذا قام بعدما سلم الإمام التسليمة الأولى قبل أن يأتي بالثانية انقلبت صلاته من فريضة إلى نافلة، فلا بد من أن يعيد الصلاة. نعم. السؤال الثاني. الثاني، سماحتكم يا شيخ، لكم كتابان، الأول اليجوى المفيدة في المناهج الدعوية الجديدة، والثاني الفتاوى المهمة في المشاكل الملمة، وعلي حواشي لمن جمعهما يا شيخ. هل هذين الكتابين لكما والحواشي عندك علم منهما يا شيخ؟ بارك الله فيك. شكرا لك.
نعم، الكتابان لي والحواشي أنا مطلع عليها ومقر لها يا أخي. نعم، شكرا يا منصور، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر حفظكم الله من مكة المكرمة يقول: ما هي الأصول الثلاثة وهل يجب علي تعلمها؟ اقرأها في كتاب الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه الأصول الثلاثة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب علي النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة، وهل النظر في الكعبة عبادة؟ لا، لا تنظر إلى الكعبة، انظر إلى موضع سجودك. المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى للخشوع. إذا سرح نظره فيما أمامه انشغل عن صلاته بالمارة وبالمناظر لا تنظر لا إلى الكعبة ولا إلى غيرها وأنت تصلي. وأما أنه عبادة فلا أعرف شيء دليلا على ذلك. نعم، سؤاله الآخر يقول: بالنسبة للطواف حفظكم الله، في البداية يقول: هل يجب علي في الأشواط الثلاثة أن أسرع، وهل من السنة الاطباع في الإحرام؟ هذا في الطواف الأول للقدوم أو طواف العمرة، فإنه يستحب له أن يطبع، بمعنى أنه يخرج ضبعه الأيمن وهو الكتف، فيجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن وطرفيه على كتفيه. هذا هو الاطباع في كل الطواف، طواف الأول، طواف القدوم أو طواف العمرة. وأما الرمل فهو يشرع في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول إذا تمكن منه وقدر عليه. هو سنة، إن جاء به فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، هذا يسأل يقول: أنا رجل أعجمي لا أعرف بعض الدعاء الوارد معناها، هل أدعو الله سبحانه وتعالى بلغتي أم أدعو بالوارد المكتوب؟ إذا كنت تحسن العربية فإنك تدعو باللغة العربية، لغة القرآن ولغة السنة. وإذا كنت لا تحسن العربية فادعو بلغتك، لكن يكون دعاؤك موافقا للدعاء الشرعي، الدعاء الصحيح. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: كثرت مشاكل الصغار والنساء في هذا الزمان، ويقصرون في الصلاة، وأحيانا يقطعون عن الصلاة أوقاتا طويلة، وخاصة من بعض النساء، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ الذي يترك الصلاة، لو صلاة واحدة، لو فرض واحد متعمدا، فإنه يكفر بذلك على الصحيح. وقيل إنه لا يكفر، ولكنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب فيقضي الصلاة التي تركها، فالأمر خطير جدا. فكيف إذا ترك صلوات كثيرة؟ والرجال والنساء في هذا سواء إذا كانوا بالغين. أما من كان دون البلوغ تركها فلا يحكم عليه بالكفر. نعم، معنا اتصال أبو رائد من الرياض. نعم، معنا اتصال أبو رائد من الرياض. نعم، ألو، اسمع اسمع عن طريق الهاتف يا أبو رائد، واغلق التلفزيون تفضل. أيوة، نعم، أيوة، أنا عن طريق الهاتف. فضيلة الشيخ، ارفع صوتك. سم، ألو، نعم نعم، ارفع صوتك يا شيخ. أنا مستكتم خدامة ومحتاج لها في البيت، علما أنها تكشف ها على الأولاد، وعندي أولاد ها، علما حنا في حاجتها. هل جائزة في البيت أو غير جائزة؟ يا أخي، جائزة في البيت معكم، ولا يخلو بها أحد الأولاد، تكون معكم إذا كنتم في البيت أو خرجتم من البيت، تكون مصاحبة لكم وتستر نفسها، ما تكشف وجهها، هذه أمانة وأنتم مسؤولون عنها ومسؤولون عن أولادكم، فاعملوا الاحتياطات التي تمنع
المحظور فعل المحظور منها أو منهم. نعم. سؤال آخر. سؤال ثاني. تفضل يا أبو رائد. أنا اعتمرت في الكعبة ومعي بنية أم 6 سنوات. ها؟ نعم. وكانت أمها تصلي وبالت بالحرم. طيب والسؤال؟ نعم. شكرا. تفضل يا شيخ. نعم يغسل البول والحمد لله، يغسل البول ويطهر المكان والحمد لله، وتغسل أيضا ثيابها وتطهر من النجاسة. نعم. شكرا يا أبو رائد، بارك الله فيك. فضيلة الدكتور صالح عبد الله حفظكم الله، هذا السائل يقول في قول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود أن الإنسان يحسن الألفاظ ويقول الكلام الطيب والكلام المباح بقدر الحاجة، ويتجنب الأقوال السيئة واللغو والشتم والسباب. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أي المقالة التي هي أحسن، يعني المقالة الحسنة. ثم بين سبحانه أن الشيطان ينزغ بين الناس، فالسباب والشتم واللعن هذا من الشيطان، فعليهم أن يتجنبوه، وهذا مثل قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أبو إبراهيم من الخرج يقول: أحيانا يحدث بين طلبة العلم اختلاف في بعض المسائل، إما لتعصب في رأي أو اختلاف في رأي أو انحياز لرأي آخر، ومما يحدث الاختلاف والخلاف بينهم ويتطور إلى بعض المشاكل الذاتية بينهم، ما توجيهكم في ذلك؟ يا أخي، الاختلاف في مسائل الفقه هذا أمر واقع. نعم. ولا والناس ما يجتمعون على رأي واحد، لأن الأفهام تختلف، والمسائل الاجتهادية يحصل فيها الاختلاف، نظر الاختلاف النظر فيها من أهل العلم، فهو اختلاف اجتهادي. ولكن العالم أو الذي يعرف الأدلة يأخذ من الأقوال المختلفة ما قام عليه الدليل ويترك ما لا دليل عليه. وأما العامي فإنه يسأل أهل العلم ولا يأخذ بقول وهو لا يعرف صحته أو لا يعرف دليله، فإن هذا خطر، لأن فيه ظهر الآن من ينادون ويقولون المسألة فيها خلاف، الحجاب فيه خلاف، الاختلاط فيه خلاف، وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز، هذا يلبس على الناس ويسهل لهم الأمور المخالفة. نحن متعبدون بالكتاب والسنة، ولم نتعبد بأقوال الناس، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. المجتهد هل له يعني شروط؟ من المخول بالاجتهاد يا شيخ؟ المخول بالاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق، هذا له شروط عظيمة: أن يكون عارفا أن يكون حافظا للأدلة، أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، أن يكون يعني عارفا لأدلة الأحكام من الكتاب والسنة، أن يكون عالما باللغة العربية، أن يكون عالما بقواعد الاستنباط المذكورة في أصول الفقه، وهذا لا يكون إلا للأئمة الكبار. أما من كان دون ذلك فهذا يسمى مجتهد المذهب، يجتهد في مذهب إمامه فيأخذ بالراجح منها بالدليل. نعم. عمر من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل ارفع صوتك يا عمر. عندي بس سؤال واحد. ما هو؟ أبي أسأل الشيخ. تفضل اسمعك. ما هو حكم من يتوضأ قبل الأذان بدقيقتين لمن بثلث البول إذا كان مضطر عند السفر أو طيب. في حالات ثانية؟ شكرا يا عمر. يا أخي، الذي فيه سلس البول الدائم
هذا يتوضأ عندما يريد الصلاة أو يتوضأ عند الأذان، الأذان قد يكون متقدما، لكن يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه البول. نعم، بارك الله فيكم. هذا عبد الرحمن من حريملة يقول حفظكم الله: نعلم أن الإسلام الحنيف جاء بلزوم الوحيين الكتاب والسنة ونهى عن ضدهما مما يجعل في القلب الفساد والشبهة، ونلاحظ البعض من المسلمين يقرأ في كتب تشكك في العقيدة ونحو ذلك، نرجو منكم فضيلة الشيخ صالح توجيه لهؤلاء وأيضا تحذير لعدم التشكك في ذلك. نعم، الكتب منها كتب ضلال ومنها كتب إلحاد ومنها كتب شركيات، ما كل الكتب تقرأ إلا لمن كان عنده تمكن من العلم، يعرف الخطأ من الصواب ويعرف الهدى من الضلال. أما الإنسان الذي ليس عنده تمكن فلا يقرأ في الكتب ويعتمد على ما قرأه، يسأل أهل العلم ما هو الصحيح مما قرأه، يعرضه عليهم ويعرض الكتاب أيضا على أهل العلم، الكتاب الذي يريد أن يقرأ فيه يعرضه على أهل العلم ليروا هل هو كتاب موثوق أو هو كتاب سيء. نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخ عبد الرحمن حفظك الله سماحة الشيخ يقول: الشباب هم قوة الإسلام، ويعلم فضيلتكم أن عقول الشباب هدف لأعداء المسلمين الذين تنوعت وسائلهم ليوقعوا الشباب في شراكهم وليزجوا بهم في وحل الفتن تارة ويلقوا عليهم الشبهات وما إلى ذلك، كيف نوجه الشباب إلى الفكر الطيب السليم المنبعث من القرآن والسنة؟ نوجههم بأن يطلبوا العلم على العلماء، يطلبوا العلم على العلماء، فإن ذلك ضمانة للهداية بإذن الله، وضمانة من الوقوع في الشبهات والشكوك. فيطلب عليهم أن يطلبوا العلم إما في المدارس والمعاهد والكليات، وإما في المساجد ومجالس العلم على يد العلماء. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور. هذا الأخ السائل محمدين صالح من الجزائر يقول بعض العلماء أن هناك فضل أنه يجوز التبرك بآثار الأنبياء مثل مقام إبراهيم وكذلك في الحجر الأسود وما إلى ذلك، ما صحة ذلك؟ نحن لا ننظر للأقوال، ننظر إلى الدليل الذي ورد في الحجر الأسود أنه يستلم ويقبل إذا قرب منه ووصل إليه، أو يشير إليه إذا كان بعيدا عنه في الطواف، هذا في الطواف خاصة، ولا يتبرك به، إنما هو من شعائر الله، فالعبادة لله ليست للحجر. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقتصر على ما جاء في الدليل. وكذلك مقام إبراهيم، المشروع لنا أن نصلي عنده ركعتين بعد الطواف إذا تمكنا من ذلك، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ونقتصر على هذا ولا نتمسح به أو نتبرك به، ولا نطلب البركة من الحجر الأسود، إنما هذه مشاعر للعبادة نعبد الله عندها أو فيها فقط. نعم، أثابكم الله. هذا أبو عبد الرحمن من مكة المكرمة يقول: ما موقفنا كأفراد مما يصيب الأمة من حروب وقتال وتشتت وفتن، بماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ ننصحكم أن تتجنبوا الفتنة، وأن تدعوا الله للمسلمين أن يخلصهم من هذه الفتن، وإذا كنتم تقدرون على المناصحة والإصلاح فافعلوا هذا. نعم، أثابكم الله. هذا أبو عمر من الدمام يقول: جاء في الحديث أو ولد صالح يدعو له، ما المقصود بالدعاء في ذلك؟ الدعاء على ظاهره، يدعو له بالمغفرة، يدعو له
بالرحمة وهو ميت يدعو لوالده لوالديه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، يدعو لهما بدخول الجنة. نعم. هل من الدعاء التصدق لهما؟ الدعاء الصدقة غير الدعاء، الدعاء نوع والصدقة نوع آخر. الدعاء هذا دعاء بالأقوال، والصدقة هذه بالأموال، يتصدق عنهما أيضا. هذا ورد في الدليل التصدق عن الأموات. نعم. هذه السائلة تقول: ما حكم من أخذت الدواء لمنع حملها ولم يعرف بذلك زوجها إلا بعد فترة من الزمن؟ لا يجوز لها ذلك إلا بعد أن تخبر زوجها وتستشير وتأخذ رأيه، لأن الحمل لمصلحة الجميع، فلا تأخذ شيئا يمنع الحمل، يعني يؤخر الحمل، إلا برضا زوجها. أما أخذ ما يمنع الحمل نهائيا فهذا لا يجوز إلا إذا قرر الطبيب أن في الحمل خطرا على حياتها. نعم. ثامر من تبوك يقول: هل يحتج بالأحاديث الضعيفة في بعض الأحيان؟ أحاديث الضعيفة التي ضعفها شديد هذه لا يحتج بها، وأما الأحاديث التي فيها ضعف وقد تترقى بالشواهد إلى درجة الحسن لغيره فهذه يحتج بها ويستأنس بها، وكذلك الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم أنها كذب يستشهد بها في الترغيب والترهيب، ولا يؤسس عليها أحكام شرعية من تحليل أو تحريم. نعم. بارك الله فيكم. يقول لي صديق: أراد أن يسافر إلى خارج الرياض ولكن تعذر سفره، قلت لماذا؟ قال: بسبب الأحوال، سوء الأحوال الجوية. ما صحة هذه المقولة؟ لا يعتقد أن السوء يأتي من الأحوال الجوية، أنه من الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان فيه توقع لهبوب رياح أو برد وأراد أن يحتاط لنفسه فلا مانع، لكن لا يعتقد أن هذا بسبب الرياح أو بسبب الأحوال الجوية. نعم. ولكن لفظ الأحوال سيئة. نعم. لفظ قول يعني قلنا لا يذم الدهر أو يذم الوقت أو يذم الأحوال، لا يذم هذا. نعم. لكن إذا خاف من حدوث ضرر أو برد أو مطر فله أن يدرأ الخطر. نعم. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: فضيلة الشيخ، ما هو فضل الإصلاح بين الناس وكذلك بين الزوجين؟ الله جل وعلا أمر بالإصلاح، قال جل وعلا: والصلح خير، قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل إذا فاتت السنن الرواتب يجوز أن أقضيها في اليوم التالي؟ لا، فات وقتها، لكن إذا فاتتك الراتبة القبلية تقضيها بعد الفريضة لا بأس بذلك، أو راتبة الفجر إذا فاتتك تقضيها بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس. الوتر إذا فاتك من الليل طلع الفجر وأنت لم توتر تقضيه في النهار مشفوعا ولا تقضيه وترا. نعم. معنا اتصال الأخ عايض من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. الأول. الأول طال عمرك الوالد عندي في المستشفى فاقد الذاكرة له سنتين. نعم. هل يجوز ان نتصدق من امواله ولا نتصدق له منها ولا نبني له مساجد؟ طيب. ولا ننميها لو بغينا ننميها له؟ اسمع الإجابة. يا أخي احفظوا أمواله ولا تتصرفوا فيها حتى يقضي الله أمره فيه، والواجب عليكم حفظها وعدم التصرف فيها بصدقة ولا غيرها. نعم. السؤال الثاني عايض. السؤال الثاني عنده أرض، جاله أرض من الدولة. نعم. والأرض هذه شريتها أنا منه، شريت الأرض من الوالد. عادها يسمعوا وسوى لي عليها وكالة وعليها قرض، عليها قرض، وقرضها حاليا موجود في البنك، وموكلني عليها، موكلني على الأرضية، وكلني على القرض وعلى الأرض. نعم. هل يجوز يا أخي الأرض اللي باسمه للحين؟ يا أخي الأرض باعها عليك، اسمع الله هديك، الأرض باعها عليك تقول صارت ملك لك إذا كان البيع تامة شروطه وليس فيه احتيال، فالأرض ملك لك. نعم. معي عايض. الله يجزاك خير. شكرا. أنا بخليها الأرض، أنا شاريها لي، أنا شاريها لي، لكن أبغى أخليها له، أبي أنميها له صدقة، هي الأرضي أبي أحط القرض عليها وأنميها صدقة له. أنا حاطها نافلة من عندي القرض. لا، القرض ما له علاقة بالأرض، القرض هذا للدولة، للصندوق القرض تسدده لهم، أما الأرض فإذا أنت شريتها منه في شراء صحيح في حال صحته وعقله باعها عليك بثمن مثلها تكون ملكا لك، فإذا أردت أن تتصدق بها عليه هذا شيء طيب يكون ثوابها له. نعم. شكرا يا عايض، جزاك الله خير. نعم فضيلة الشيخ صالح، هذا يسأل يقول الاتفاق على القيمة قبل امتلاك السلعة ما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، لأنه وسيلة إلى البيع قبل الملكية، وسيلة إلى البيع قبل الملكية. إذا جاب السلعة وأحضرها وملكها تحددون القيمة عند ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر يقول ما هو حق الله علينا وما حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا؟ حق الله علينا عبادته. نعم. وحده لا شريك له، كما قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا. والسؤال الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الرسول عليه الصلاة والسلام حقوقه علينا كثيرة. نعم. أولا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والمال والأهل والولد، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ورد أنه يكون أحب إلينا من أنفسنا كما قال لعمر رضي الله عنه. من حقه علينا اكثر من الصلاة والسلام عليه، قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن أعظم حقوقه علينا طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، فهذا من حقوقه علينا، ما تكفي محبته ولا يكفي الصلاة عليه بدون اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، هذا السائل أبو هيثم من الأردن يقول هل الصلاح والتقوى شرط لتعبير الرؤيا؟ وما رأيكم بمن يفسر الرؤى ويحدث مشاكل بين الزوجين؟
تفسير الرؤى هذا ليس شيئا يتعلم، وإنما هو تفرس أو فراسة يؤتيها الله من يشاء من عباده. وأيضا هذا ظني، ما هو يعني يقيني، تفسير الرؤيا ما هو بيقين أنه يحصل، لكنه ظن، قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. أثابكم الله. أيضا هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله، كيف أعرف أن هذا الراقي يرقى بالرقية الشرعية؟ اسأل عنه أهل العلم وأهل الخير يعرفونه لك. نعم. حفظكم الله، لكن بعض الرقاة هداهم الله يعني أحدثوا بعض الإشكاليات لبعض النساء وبعض الرجال أيضا في أمراضهم وزادوهم من الوهم، توجيهكم؟ هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه ما يسمح للأجانب الذين ليسوا من البلد بالرقية، هذا شيء. الشيء الثاني أن الرقية لا بد أن تكون ممن عنده علم ومعرفة بأحكام الرقية، وأن يعتقد الراقي والمرقي أنها سبب للشفاء بإذن الله، ولا يجزم بذلك. الشرط الثالث أن تكون باللغة العربية، لا تكون بتمتمات أو لغة لا تفهم. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال خميس من الباحة، حياك الله. السلام عليكم. أكسر التلفزيون يا خميس. عليكم السلام يا أخي. أقول بغيت أكلم الشيخ. يسمعك الآن السؤال. عندي أنا رحت المدينة في زيارة. أي نعم. وإحنا يوم الجمعة حضينا صلاة الجمعة. نعم. ورحنا لأني أنا تعبان على عربية، ولا سلمت لا على الرسول ولا على أبو بكر ولا عمر على أي شيء. سؤال آخر؟ لا شكرا لك، تفضل يا شيخ. يا أخي ما دام أنك صليت في المسجد النبوي وتحصل على ألف صلاة فيما سواه كما جاء في الحديث، ما هو بلازم تسلم على الرسول ولا على صاحبيه، إذا أمكن هذا فهو طيب ومن تمام الزيارة، إذا لم يمكن هذا فليس عليك شيء يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سعيد من الباحة يقول، ما هي درجات الإيمان بالقدر؟ درجات الإيمان بالقدر 4 درجات. نعم. الأولى أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي. الثانية أن الله كتب المقادير في اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة المشيئة، أن الله إذا شاء المقدور وقع. الرابعة الإيمان أن الله خالق كل شيء، كل شيء يقع، كل شيء يحصل، فهو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤال آخر يقول حفظكم الله، هل إقامة الحدود تكفي عن عذاب الآخرة؟ من أقيم عليه الحد في الدنيا إذا كان تاب إلى الله تاب الله عليه، وإذا لم يتب فالحدود تكون مكفرات إن شاء الله، تكون مكفرات، لا يجمع الله عليه بين عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. نعم. أبو سالم من تبوك يقول، ما الفرق بين الدعاء والاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة والدعاء طلب الحوائج. نعم. يقول، بالنسبة للدعاء، ما المقصود بالاعتداء بالدعاء؟ وهل إذا دعوت على من ظلمني أو ظلمني بمظلمة مالية هل يجوز ذلك؟ الاعتداء في الدعاء أنواع، منها أن يشرك بالله في الدعاء، يدعو مع الله غيره، هذا شرك والعياذ بالله. ومنها الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. والدعاء على من لا يستحق الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء، أن يدعو بشيء ليس
لا يصل إليه، مثل أن يدعو الله أن يجعله في منزلة النبي الأنبياء أو منزلة المرسلين أو الملائكة، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن أحدا لا يصل إلى مرتبة الأنبياء والمرسلين. ونعم بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لتحديد القصر بواحد وثمانين كيلو متر، ما هو الأصل في ذلك وما الحكمة؟ الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. ومسيرة اليومين 80 كيلو، مرحلتان، كل مرحلة 40 كيلو، هذا الأصل. نعم. أثابكم الله. هذا السائل آخر أبو مريم من مكة المكرمة يقول: ما حكم من يعتقد أن غير الله يضر وينفع ويطوف بالقبور ويدعو غير الله، وذلك لجهله بهذه الأمور؟ هذا شرك، شرك أكبر والعياذ بالله. والجهل اللي يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن أو يسمع القرآن، يسمع الدروس والمحاضرات، هذا قامت عليه الحجة، لا يعذر بالجهل. إنما المنقطع في الأرض الذي لم يسمع شيئا في مجاهل الأرض، هذا هو الذي يعذر بالجهل حتى تقوم عليه الحجة. كذلك يعذر بالجهل في الأمور الخفية، أما الأمور الظاهرة فلا تعذر، مثل الشرك هذا لا يعذر بالجهل، لأنه أمر ظاهر نهى عنه القرآن في عدة مواضع وتوعد عليه. نعم. نستقبل هذا الاتصال من عرعر من الأخ أبو أنور. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. مساء الخير يا دكتور خالد. حياك الله. سؤالي عن الاستغفار. نعم، عطنا سؤالك أجل، لأن في صدى، عطنا السؤال. سؤالي عن الاستغفار للوالد، إذا كان متوفي استغفر له مثلا 100 مرة بالتسبيح والاستغفار والتكبير والدعاء في صلاة الفجر وصلاة المغرب، هل إنه جائز أو خلاف ذلك؟ في سؤال آخر عندك؟ هلا؟ عندك سؤال آخر؟ لا تسلم، بس الاستغفار سم والدعاء. واضح 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 سؤالك. صلاة الفجر وصلاة المغرب سم. جزاك الله خير يا أبو أنور، تفضل يا شيخ إذا كان واضح السؤال. نعم، استغفر لوالديك، هذا شيء مطلوب، تطلب لهما المغفرة من الله عز وجل. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فالاستغفار للوالدين مشروع إذا كان مسلمين فهو مشروع وينفع الوالدين بإذن الله. الدعاء لهما أيضا بالنجاة من النار ودخول الجنة، هذا أيضا طيب ومطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو محمد من الرياض: ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع؟ فيه بقية سم، فيه بقية سم، فيه بقية. وأما الدعاء للوالدين في الصلاة فهو مشروع أيضا، تدعو لهما مع نفسك في الصلاة وفي غيرها. نعم. أبو محمد من الرياض يسأل يقول: ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم بالمضاجع؟ خشية الفتنة الشهوات، خشية فتنة الشهوة، أن تدب بينهما الشهوة إذا قرب بعضهما من بعض في المضجع. نعم، فهذا فيه الاحتياط، وهذا من أدلة منع الاختلاط، هذا من أدلة منع الاختلاط لأنه يسبب الفتنة. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: أنا إمام مسجد وعندي سكن، هل يجوز لي أن أؤجر السكن؟ والله هذا يراجع شؤون المساجد إذا سمحوا له. نعم. يقول حفظكم الله سؤال آخر يقول: ما حكم الصلاة أمام الإمام في الحرم المكي وغير الحرم؟ نرجو التوضيح. موقف المأموم يشترط أن يكون خلف الإمام، ويجوز أن يكون عن يمين الإمام،
أو أن يتوسط الإمام في الصف يجوز هذا، أما أمامه فهذا لا يجوز. نعم بارك الله فيكم. الاتصال الأخير من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الوالد الشيخ طال عمره؟ نعم الوالد يسمعك تفضل. يا طويل العمر، في عندي نسابي حامي قاطعين صلة الوالدين، وأمور كثيرة طال عمرك في الوالدين، يعني لا يسأل عن والديهم من يمكن 5-6 سنوات حتى السلام عليكم يقول الوالدين، فما حكمهم؟ طيب. ومؤذينهم في أذى يعني أكبر من كذا. جزاك الله خير، شكرا يا عبد الله. هذا يا أخي عقوق، وهو من كبائر الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، والواجب عليك مناصحتهم وموعظتهم في هذا الأمر. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا يبعثنا إلى سؤال بعثه محمد صالح من الدمام، يقول حق صلة الأرحام والواجب في التواصل، وهل يغني الهاتف عن الوصول إليهم ولقائهم؟ ما يغني، لكن إذا لم تتمكن إلا من الاتصال بالهاتف فهو طيب. صلة الأرحام أنواع، فإذا منها مكالمتهم في الهاتف والسلام عليهم وسؤالهم عن أحوالهم فهذا من صلة الأرحام، لكنه ما يكفي إذا كنت تقدر على ما هو أعلى منه. نعم. طيب يا شيخ صالح، من هم الأرحام؟ الأرحام من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم. كالآباء والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول أنا طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، يقول إذا أحدث الإمام هل له أن يقدم غيره ليتم الصلاة، وهل يبني الثاني على صلاة الأول؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، والأحوط أنه يبدأ الصلاة من جديد. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول هل يجوز للأب أن يظهر حب أحد أولاده دون الآخرين؟ لا، هذا ما يجوز، لأنه يبعث على القطيعة بين الأولاد والفتنة بين الأولاد، فلا يظهر هذا. اعدلوا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا إظهاره. أما أنه يكون في قلبه يحب واحد أكثر من الآخر في قلبه ولا يظهر هذا فلا بأس بذلك، لأن هذا شيء لا يملكه. نعم أثابكم الله. هذا الأخ عمر من الطائف يقول ما المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه قوله إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، من هي جماعة المسلمين؟ الرعية، رعية المسلمين وإمام المسلمين، لأن المسلمين يتكونون من إمام راع ورعية. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية في لقاء مقبل. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزملاء هنا وهناك أيضا، ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.